على هامش معرض هوايتي سر نجاحي، قدمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو دشنت هذه الاحتفالية بالأعياد الوطنية، وجميع مثل ما قلت قبل شوي أميرة، جميع مؤسسات الدولة حتى من القطاع الخاص، الكل يساهم بالأعياد الوطنية عن طريق أي مساهمة، قد تكون مثلا فرحة، أغنية، دعاية وغيرها من هذه الأمور. نعم، نشاهد التقرير. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احتفلت بمرور 56 عاماً على الاستقلال و26 عاماً على التحرير. ضمن احتفالات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحتفل رابطة التدريب بمعاهد الهيئة بمعرض هوايتي سر نجاحي، والذي تنظمه اللجنة النسائية في الرابطة. أنا سعيدة جداً بتواجدي في هذا المعرض الذي يعكس إنجازات الكثير من أعضاء هيئة التدريس والطالبات في إبراز هواياتهم ومشاركتهم في هذا المعرض. بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، الحمد لله رب العالمين، الرابطة قدرت أنها هي تحقق هذا أو تنجز هذا المعرض، وعشان فعلا نبين شنو إمكانيات الكويتيين من خلال هواياتهم اللي هي إضافة لعملهم لخدمتهم لبلدهم في مجال التدريب والتدريس على مستوى بلدنا الحبيب. وبالتزامن مع الأعياد الوطنية، قامت رابطة أعضاء هيئة التدريب في التطبيق معرضا لدعم المشاريع الكويتية تحت شعار هوايتي سر نجاحي. فكرة المعرض هوايات أعضاء هيئة التدريب في التطبيق، يعني مشاريعهم الصغيرة بداية من هواياتهم، وحبينا نخلي الفعالية مع الأعياد الوطنية، احتفالات العيد الوطني. هذا المعرض هوايتي سر النجاحي التابع أو باحتضان من رابطة أعضاء هيئة التدريب للجنة النسائية، بوجود فريق عمل متكامل ساعد الناس في أنها تشارك في هواياتها بأسعار مجانية للبوثات، وبنفس الوقت احتضنتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. مشاركة بناء من الطلبة أعضاء هيئة التدريب والتدريس في هذه المناسبة لتعزيز ثقافة الوطن في المؤسسات الأكاديمية. والحويدر، تلفزيون دولة الكويت.